للمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا من العريش محمد نصير مستشار إدارة الكوارث بالهلال الأحمر المصري. سيد محمد، بعد التحية، كيف ترى الجهود المصرية لمحاولة إدخال المساعدات وإيصالها لأهلنا في قطاع غزة؟ مساء الخير على حضراتكم. طبعا الجهود المصرية هي جهود جبارة وبناءة مستمرة منذ بداية الأزمة حتى الآن. يمكن عشان أوضح الصورة لحضراتكم إن حجم هذه الجهود، إن الهلال الأحمر المصري الذي يمثل الدولة المصرية ويتعاون مع 36 دولة و13 منظمة دولية في إيصال هذه المساعدات، ذلك من خلال استقبالها سواء عن الطريق البري أو عن طريق الطائرات أو عن طريق السفن البحرية إلى ميناء العريش وميناء بورسعيد، وتولى تجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة. بجانب الهلال الأحمر المصري الآن يتولى إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين النازحين من جراء الحرب داخل القطاع، ويتولى بنفسه توزيع هذه المساعدات على مستحقيها. نعم. سيد محمد، هل هناك يعني تواصل مع الجهات الدولية لتسليط الضوء على الجهود المصرية في هذا الصدد؟ أتحدث هنا تحديدا عن يعني الادعاءات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية أن السبب في عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة هي الجانب المصري وليس الجانب الإسرائيلي. بالطبع هذه حقيقة وهي ادعاءات كما ذكرت حضرتك، لأن الجهود المصرية لا تتوقف، والجهود المصرية مع كافة المنظمات الداعمة وكافة الدول المانحة تتواصل ليلا ونهارا، وفريق عمل الهلال الأحمر المصري الذي يمثل الدولة المصرية وبدعم كامل منها يقوم بالعمل 24 ساعة يوميا لإيصال هذه المساعدات. يمكن حضراتكم لو استعرضتم الصورة لكم الشاحنات المتراكمة في جميع شوارع العريش حتى رفح انتظارا للعبور، ويدحض هذا الادعاء الاسرائيلي الباطل. ولكن التعنت الاسرائيلي واجراءات التفتيش التعنتيه الغير مبرره التي لا معنى لها الا تعطيل العمل وتعطيل دخول المساعدات، بجانب الماساه الاساسيه في منع دخول بعض المساعدات رغم انها اصناف حيويه جدا ومطلوبه، على سبيل المثال الاكسجين واسطوانات الاكسجين والاجهزه الطبيه وما لا حصر له، قائمة طويلة تتابع كل مصادر الطاقة سواء الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهربائية من خلال المولدات، مع تحديد كميات قليلة جدا للسماح لها بالدخول من الوقود، مما لا يتيح تشغيلها، وبالعكس سلبا بشدة على المرافق الصحية تحديدا والحياة اليومية للإخوة الفلسطينيين. يمكن احنا بنشاهد ده لأن احنا بنعمل في الداخل وبنرى حجم هذه المعاناة. وأحب أكون صادق مع حضرتك أن ما ينقله الإعلام عن حجم المعاناة لا يمثل 10% من الحقيقة على الأرض. بما أنكم على الأرض يعني يا أستاذ محمد، إلى أي مدى تصل هذه المساعدات إلى المتضررين؟ طبعا المساعدات تنقسم إلى مساعدات غذائية وأيضا والجزء الأهم مساعدات دوائية وعلاجية وطبية. إلى أي مدى تصل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين المتضررين جراء الاعتداء والعدوان الغاشم من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي؟ وللأسف الشديد أن وصول هذه المساعدات يواجه صعوبة شديدة في الداخل، إما بسبب صعوبة الوصول لأماكن الاستمرار الاشتباك والاعتداء والقصف الذي لا يتوقف ليلا أو نهارا، أو حصار بعض الأماكن بما يصعب الوصول إليها أو الوصول إلى قناتيها، بجانب أن تقريبا تم تدمير ما يقرب من 70% من المرافق الصحية داخل قطاع غزة. صحيح. بجانب تدمير البنية الأساسية التحتية من محطات الصرف ومحطات الكهرباء ومحطات المياه، وما يشكل أزمة بيئية حادة جدا تهدد الصحة العامة عموما، ولا تمكن الإخوة الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل صحيح. نعم، شكرك شكرا جزيلا من العريش الأستاذ محمد نصير مستشار إدارة الكوارث بالهلال الأحمر المصري. أشكرك شكرا جزيلا.